هدي الحبيب. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الدرب المضيء ونرقى في علا ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش.